لا بدهم قيمة هم سين، بس برضو إحنا مالها ألاف مش معروفة. ألف مش معروفة، من وين نجيب ألف؟ من هون بدنا نجيب ألف، من هون بعد ما نجيب ألف، من هون بعد ما نجيب ألف، من هون بدنا نحطها نعودها هون عشان نطلع قيمة سين. أول إشي عنا مجهولين، بس هم بدهم أنو مجهول؟ بدهم مجهول سين، ماشي؟ هم بدهم المجهول سين، فهلأ هم بدهم المجهول سين. طب إحنا ألف مش معروف، كيف نعرف ألف؟ نجيب هاي أول إشي، بنطلع قيمة ألف من هون، بعدين بنعود قيمة ألف هون. هلأ بفهمكم طبعاً ومعطينكم خيارات لقيمة سين، طبعاً هم بدهم قيمة سين. هلأ أول إشي بنقول سالب 3000 تساوي 18، سالب 3000 تساوي 18. طب ها يعني إحنا شو بدنا نعمل في هاي؟ متذكرين قانون اللي شرحت لكم إياه هذا؟ أيوه، المحددة لكاف ألف تساوي كاف تربيع في محددة ألف، متذكرينها؟ أيوة. يعني أنتوا لما تكونوا حافظين هيك بتكونوا أنتوا مسهلين على نفسكم. فهلأ شو بنحكي؟ هلأ شو بنحكي؟ بنحكي أول إشي هي نمسك هاي، نمسك هادي، شايفينها هاي؟ هاي نفس الإشي، بدل سالب نمشي على القانون. إحنا مثلا كأنها كاف في ألف، بدل كاف في ألف بنقول كاف تربيع في محددة ألف. هلأ شو بتصير؟ سالب 3 تربيع في ألف، سالب 3 تربيع في محددة ألف تساوي 18. هلأ سالب 3 تربيع هي عبارة عن سالب 3 في سالب 3، سالب 3 في سالب 3 9 تساوي 9 في ألف، لأنه هيك، لأنه 9 في ألف، لأنه سالب 3 في سالب 3 9، 9 في ألف طبعا تساوي 18. هلأ 9 في محددة ألف تساوي 18 على 9، على 9 كيف بدنا نتخلص؟ هلا هذه في بيناتهم ايش؟ ضرب. الضرب كيف بدنا نتخلص منه؟ إيه هون 9، شو في بيناتهم؟ ضرب على 9، على 9، على 9 على جهتين. فقيمة ألف شو طلعت عنا؟ 2. قيمة ألف شو؟ 2. طب هي احنا طلعنا ألف شو تساوي؟ 2. احنا استندنا لأنه القانون هذا، هيو كيف محددة ألف، محددة كيف في ألف تساوي كيف تربيع في محددة ألف، استندنا عليه وطلعنا قيمة ألف. طيب هلأ طلعنا قيمة ألف، طب إحنا نرجع للإشي اللي طلبوه منا، الإشي اللي طلبوه منا بده أي هاي إحنا المسألة هاي. طب إحنا طلنا قيمة ألف وهي هدول مطيولات، شو ضايل عنا؟ سين. إحنا بدنا سين، شو مالها؟ بدنا سين. فهي إحنا كتبنا لكم إياه كمان مرة هون. هلأ شو بنقول؟ ألف المحدد المصفوفة عفواً 4 سين 2 3. طيب هلأ مكان الألف شو بدنا نعود؟ قيمتها. مكان الألف منعود إيش؟ قيمتها اللي هي 2. هلأ بنقول 2 وبنحط هادي، هدول منعود نصفتهم كمان مرة. طيب هلأ شو بنحكي؟ بنحط 2 زي ما هي، هي 2 هي. طيب هي حطني، شو بنقول؟ 4 في 3، 4 في 3 ناقص 2 في سين، 4 في 3 ناقص 2 في سين. هلأ أول إشي بنحكي 2 تساوي 4 في 3 ناقص 2 سين، هي 4 في 3 ضرب 4 في 3 عفواً 4 ضرب 3. هلأ أول إشي بنحكي 2 بنحطها هون، بنحطها هون، وبنحكي 4 ضرب 3، 4 ضرب 3 ناقص 2 في سين، هي 4 ضرب 3 ناقص 2 في سين. هلأ يعني هي إحنا عملناها. هلأ 2 بنحطها هون، 4 في 3 12 ناقص 2 ناقص 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 2 في سين 2 سين. هلأ إحنا بدنا نعملها. طيب إحنا شو بنعمل؟ مش بنروح بنقول زائد 2 سين. ليش بنعملش زائد 2 سين؟ لأنه في هون بين 2 والسين في عملية ضرب، فإشي تاني. إحنا بنتخلص أول إشي من الأرقام، أول إشي دائما نتخلصوا من الأرقام، بعدين انه بنتخلص من السينات او اشي، يعني الاشي اللي مع السين. هلا كيف بدنا نتخلص من الموجب؟ هون عندنا موجب 12، من كيف نتخلص من الموجب 12؟ ناقص 12 على الجهتين، ناقص 12. هلا ناقص 12 وناقص 12 روحوا مع بعض. هلا 2 ناقص 12 يعني زي كانه معي شكلين على يدين 12 شكل. انا سديت شكلين، ضل على يدين 10 شكل. الدين بالسالب، ضل علينا دائما الدين بالسالب. انا معي شكلين علي 12 شكل. هلأ يعني سديت شكلين، فشو ضل على يدين 10 شكل، فالدين دائما بالسالب. صارت سالب 10 تساوي هي سالب 10 اللي هي هدول من هدول تساوي سالب 2 سين. هلأ طب هلأ سالب 2 سين شو بدنا نعمل فيها؟ هلأ في بين السالب 2 والسين في عملية ضرب. عملية الضرب كيف بدنا نتخلص منها؟ قسمة.
على سالب تنين، على سالب، على سالب تنين على الشقتين، على يعني هذه السالب تنين رحنا قسمناها على المنطقه اللي معاها وعلى المنطقه المقابله. دائما الاشي اللي بنعمله باليمين نعمله بالشمال. هاي راحت معي، هاي صارت واحد زي كانها واحد في سين، صارت يعني واحد في سين سين. طيب وسالب 10 على او قسمه سالب تنين، سالب سالب على سالب، اول شيء سالب على سالب موجب، 10 على 2 يعني 10 اكم 2 فيها 5. هلا فالخيار طلع عنا 5، فهي هيو هيو يعني سين شو طلعت؟ احنا شو قالوا لنا بالسؤال؟ فما قيمه ايش سين؟ فما قيمه سين؟ هي الف تساوي 5. هي اول شيء شو عملنا؟ اول شيء رحنا هم بدهم قيمة سين. هلا أول إشي رحنا جبنا قيمة ألف من هاي من سالب 3 ألف للمحددة تساوي 18. رحنا أول إشي قيمة ألف جبناها، قيمة ألف طلعت عنا 2 طلناها. طيب شو عملنا فيها بعدين؟ بعدين شو رحنا عوضنا التنين هون التنين بدل يعني بدل ألف، وبعدين عملناها هيك مصفوفة. بعدين شو عملنا كمان؟ هي مثلا هيك هي، وبعدين ولا إشي. هلا ولا إشي، إحنا حطينا التنين بدل ألف وعملنا هيك وطلعنا قيمة سين. طيب بدنا ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال الثالث في السؤال الرابع عفوا، في ضع دائرة إذا كان متوسط التغير قاف للسين في الفترة من 1 إلى 3 يساوي 4، فإن متوسط التغير الإلكترون هالسين يساوي 2 قاف للسين ناقص 5 في تلك الفترة. كتير يعني هذا السؤال يعني مني ومنكم بتقنوا كتير يعني، لأنه أكيد جاي يعني يا دوائر يا أسئلة. هلأ شو بنحكي؟ هلأ هذا السؤال اتقنوا كتير. هلأ طبعا معطينا خيارات، هيو هيو من الخيارات، طبعا إحنا نختار الخيارات بعد ما نحل. ماشي هلأ شو بنحكي؟ هلأ أول إشي إذا كان متوسط التغير قاف للسين، هلا احنا عنا متوسط، قلنا اذا كان متوسط تغير قاف للسين يساوي ايش؟ 4. هيك انتو زغروها، متوسط التغير لقاف للسين يساوي ايش؟ 4 في الفترة من 1 إلى 3. شو من 1 و3؟ هاي سين 1 وهاي سين 2، هاي احنا عرفناها سين 1 هالقد وسين 2 هالقد، متوسط التغير لقاف للسين هالقد. فبنقول متوسط التغير، نرجع لأول درس، بنقول متوسط التغير الإلكترون قاف للسين تساوي قاف للسين 2 ناقص قاف للسين 1 على سين 2 ناقص سين 1، قاف للسين 2 ناقص قاف للسين 1 على سين 2 ناقص سين 1. فبنقول متوسط التغير الإلكترون قاف للسين بيساوي سين 2 اصلا عندنا ايش؟ 3 وسين 1 1. هلا بنقول قاف للثلاثة بنعوض بدل سين تنين ثلاثة ناقص قاف للسين واحد اللي هي قاف للواحد على ثلاثة ناقص واحد اللي هي سين تنين ناقص سين واحد. هاي مني. هلا متوسط التغير الإلكترون قاف السين معروف من السؤال قديش قيمته؟ 4. فبنعوض بداله 4، فبنقول 4 تساوي قاف للثلاثة ناقص قاف للواحد على ثلاثة ناقص واحد. هي احنا عملنا أول معادلة، هي احنا لقينا أول معادلة لهون منوقف في هاي المعادلة. شو بنحكي؟ احنا متوسط التغير للإلكترون قاف سين اصلا معروفه، بس احنا جبنا له معادله اول شيء، لان احنا بدنا نجيب هاي السين متوسط التغير لهاي السين من قاف للسين، من متوسط التغير لقاف للسين. طيب بنقول متوسط التغير لهاي السين تساوي هاي للسين 2 ناقص هاي للسين 1 على سين 2 ناقص سين 1، هاي للسين 2 ناقص هاي للسين 1 على سين 2 ناقص سين 1، هاي للثلاثة ناقص 1، بس هون عفوا يعني كتبتها بالغلط، ها للثلاثة ناقص ها للواحد على ثلاثة ناقص واحد، ها للثلاثة ناقص ها للواحد على ثلاثة ناقص واحد. هلأ شو بنحكي؟ ها للثلاثة من وين؟ طب احنا ها للثلاثة من وين نجيبها؟ من هون، هي من هي. شو بنقول؟ ها للثلاثة يعني بدل ها للثلاثة بنحط تنين في قاف للثلاثة، تنين في قاف للثلاثة ناقص واحد، هي تنين في قاف للثلاثة ناقص واحد ناقص هالة الواحد، منقول هالة الواحد اللي هي تنين قاف للواحد ناقص خمسة، هي تنين قاف للواحد ناقص خمسة هي على ثلاثة ناقص واحد. هي احنا خلصنا لهم، هلأ اروح اكمل لكم. هلأ منقول متوسط التغير لها السين يساوي رحنا فكينا الأقواس، شو بتصير؟ تنين قاف للثلاثة ناقص خمسة ناقص تنين قاف للواحد زائد 5 على 3 ناقص 1. هلا بدي افهمك بس شغله، هي هلا بنحكي 2، هي بنقول 2 قاف، 2 قاف للثلاثة ناقص 5، الناقص بندخلها هون فبتصير ناقص 2 قاف للواحد، والناقص الناقص شو بتصير؟ زائد 5. فهيك يعني احنا دخلنا الناقص هون، فعشان بس افهمكم.
نحكي متوسط التغير صارت عندنا كالتالي: 2 قاف للثلاثة ناقص 5 ناقص 2 قاف للواحد زائد 5 على 3 ناقص 1. هلأ السالب 5 والموجب 5 شو مالهم؟ بيروحوا مع بعض، بيروحوا مع بعض. شو بيصفي عنا؟ منقول متوسط تغيره لاقتران قاف هالة سين عفوا تساوي 2، طلع عنا 2 قاف للثلاثة ناقص 2 قاف للواحد على 3 ناقص 1. طيب هلأ 2 قاف للثلاثة ناقص 2 قاف للواحد، منقول طب شو بدنا نعمل في هدول؟ ولا إشي، من طول العامل المشترك. شو العامل المشترك بين 2 قاف للثلاثة و 2 قاف للواحد؟ العامل المشترك بيناتهم 2. شو العامل المشترك؟ 2. طيب هاي احنا يعني العامل المشترك يعني الإشي اللي بيناتهم بيشبه بعض، 2 طلعني. هلا بنفتح قوس، نفتح قول، شو ضل بين القوس الاول؟ احنا قمنا 2 حطيناها برا، شو ضل عندنا؟ قاف للثلاثة ناقص قاف للواحد، من القوس الثاني ضل احنا اخذنا 2 تبعتها حطيناها هون، فبتصير قاف للواحد على 3 ناقص 1. هيو طيب هاي احنا وصلنا لهون. طيب هلا ولا اشي، منقول متوسط التغير الاقتران هي السين يساوي 2، 2 بننزلها زي ما هي. طب هاي شو بايش بتذكرنا؟ هاي بايش بتذكرنا؟ هاي طلعوا عليها، هاي امسكوا من التنين، هاي التنين حطيناها تحت. شو بايش بتذكرنا هاي؟ هاي بتذكرنا بمتوسط التغير الالكترون قاف السين اللي هي هلقيت حليناها قبل اللي هي 4. هاي بدي افرجيكم اياها بس عشان هاي رجعتنا لهون، يعني هادي عودنا حملناها احنا قيمه هاي لما طلعنا العامل المشترك التنين، طلع لنا قاف للثلاثة ناقص قاف للواحد على 3 ناقص 1 اللي هي تساوي 4. هلا ولا إشي، هاي قلت لكم متوسط التغير الالكترون قاف للسين، هي حطيناها بدلها 4 والتنين نزلناها، ف2 ضرب 4 8، الخيار طلع لنا 8. هيو هلا لما تيجوا تحطوه بالجدول بتحطوا انه رقم، اشوف بس انا رقم لان هذه 5 يبقى 4 جيم. هلا ما قيمه مجموع من را الى من را تساوي 1 الى 5 لسالب 1 قوه را؟ معطينا خيارات: سالب 5 5 1 سالب 1. هلا طبعا احنا بدنا نختار خيار، منروح منعاود نكتب كمان مره هذا اللي معطينا اياه فوق هذا. فولا اشي منعود منقول احنا صح احنا معطينا 1، هلا انتوا كم حد معطينكم؟ 5 اللي هي 1 2 3 4 5 لانه الحد الاول 1 والحد الاخير ايش؟ 5. فمنعود الواحد هون، بعدين منعود الاثنين هون، بعدين منعود الثلاثه هون، بعدين منعود الاربعه هون، بعدين منعود الخمسه لان احنا لعند 5 يعني عودنا من 1 الى 5، فصارت سالب 1 قوه 1، بعدين سالب 1 قوه 2، بعدين سالب 1 قوه 3، بعدين سالب 1 قوه 4، بعدين سالب 1 قوه 5. هي هلا سالب 1 قوه 1 يعني سالب 1 قوه 1 خلص يعني انه نفسه اللي هو سالب 1 زائد سالب 1 قوه 2، يعني سالب 1 قوه 2 يعني سالب 1 ضرب سالب 1، سالب في سالب موجب، واحد في واحد واحد فصارت موجب، زائد سالب واحد في ثلاثة هي عبارة عن سالب واحد في سالب واحد في سالب واحد، سالب واحد في سالب واحد موجب واحد، في سالب واحد اللي هي يعني لما احنا عودناها سالب واحد، هي طلعت الجواب هيك. سالب واحد قوة أربعة هي عبارة عن سالب واحد ضرب سالب واحد ضرب سالب واحد ضرب سالب واحد، سالب واحد ضرب سالب واحد موجب واحد، موجب واحد ضرب سالب واحد سالب واحد، سالب واحد ضرب سالب واحد موجب واحد. عودنا رجعنا كأنه انتو الزوجي، انتبهوا انه كأنه التنين لما نعملها بالتنين والاربعة والستة وهيك، لما اذا كانت عندنا سالب واحد بيطلع الجواب موجب، واذا فردي هون مثلا واحد وثلاثة وخمسة بيطلع الجواب عندنا سالب. فكمان عندنا هون سالب واحد قوة خمسة اللي عبارة عن سالب واحد ضرب سالب واحد ضرب سالب واحد ضرب سالب واحد ضرب سالب واحد، فلما نجي نضربها بيطلع الجواب ايش؟ بيطلع الجواب سالب واحد. هلا طلع عندنا الجواب سالب واحد زائد واحد سالب زائد سالب واحد زائد واحد زائد سالب واحد. هلا سالب واحد واحد يعني مثلا انا على يدين واحد ومعاي واحد فصار ايش؟ صفر. طيب صفر سالب واحد وموجب واحد برضو على يدين شيكل، على يدين شيكل ومعاي شيكل، فانا سديت وشو ضل معاي؟ صفر. طب زائد ايش؟
ضل علي دين سلب واحد، ضل يعني هادي ما لقنالوش انه هذا، فاحنا ضل علي عنا سلب واحد، يعني زي كأنها هاي روحت مع هاي وهاي روحت مع هاي، ضل عنا هاي، فضل عنا جواب سلب واحد، فاحنا ديل طلعت عنا هاي. شايفين ما قيمة مجموع من رو تساوي واحد الى خمسة سالب واحد قوة ولا اشي، الواحد من واحد لخمسة عوضناها هون، وبعدين لما طلعنا جواب طلع لنا سالب واحد، فاخترنا احنا ننتقلكم للسؤال بعدين. العلامة المعيارية المقابلة للقيمة 54 في مجموعة احصائية وسطها الحسابي 44 وانحرافها المعياري 5. هلا ولا اشي، شو بنحكي؟ بنروح منشوف المعطيات. احنا هذا طبعا السؤال بدون لا شك باخر وحدة الاحصاء طبعا للادبي والتجاري، يعني عندهم برضو نفس الوحدة. فهلا احنا عنا العلامة المعيارية المقابلة للقيمة 54 في مجموعة احصائية، احنا بدنا العلامة، بدنا العلامة المعيارية بنعرف هاش. طب للقيمة المقابلة 54، 54 هادي سين، قيمة سين هذه العلامة الخام، سين 54 اللي هي يعني هذه المعطيات عندنا، سين تساوي 54 اللي هي العلامة الخام، ديروا بالكم مش المعيارية، المعيارية صغيرة كتير بتكون، مش يعني بنفعش تكون معدل زي معدلاتنا مثلا 80 54 60 96، بنفعش العلامة المعيارية بتكون صغيرة مش هالقد كبيرة، كتير كبيرة هاي 54 كبيرة، عشان هيك انتوا اقدروا ميزوا من هذه الشغلة. هلا العلامة الخام او سين تساوي 54. هلا شو كمان عندنا في مجموعة احصائية وسطها الحسابي 44، شو ال 44؟ ال 44 اللي هو الوسط الحسابي، الوسط الحسابي اللي هو الميو تساوي ايش؟ 44. طيب هلا وانحرافها المعياري 5، انحراف معياري اللي هو سيجما تساوي ايش؟ 5. فاحنا المعطيات، طب شو المجهول في هذا السؤال؟ المجهول عندنا العلامة المعيارية عين. طيب هلا بنروح نتذكر في قانون الدرس هذا العلامة المعيارية، بنقول العلامة المعيارية تساوي العلامة الخام أو العمر الخام ناقص الوسط الحسابي، هذا العلامة الخام ناقص الوسط الحسابي على الانحراف المعياري، أو عين تساوي سين ناقص ميو على سيجما، على سيجما. هلا بنقول عين اللي هي العلامة المعيارية تساوي سين، سين اللي هي 54 من هذا السؤال، ناقص الميو اللي هي الوسط الحسابي، حسابي 44 على الانحراف المعياري 5، فبتصير 54 ناقص 44، قديش 54 ناقص 44؟ 10 على 5، يعني صارت المسألة 10 على 5، 10 على 5 قديش؟ 2، 10 يعني كم 5 فيها؟ 2. فهلا احنا معطينا يعني خيارات، معطينا الخيار الأول سالب 2، الخيار الثاني 2، الخيار الثالث 10، الخيار الرابع 5، فهيو إحنا شو طلع عنا؟ 2، فبدنا نختار إيش؟ بي. طبعاً أنتوا مش إنه تروحوا تحفظوا عني، بس أنا بفهمكم كيف ضع الدائرة. طبعاً أنا يعني نزلت 3 فيديوهات للعلمي والأدبي والتجاري والصناعي والأدبي والشرعي وكل الفروع، كل الفروع إنه كيف تدرسوا رياضيات، وعن جد عن جد لو أنتوا تطبقوا الإشي اللي فيها رح تنجحوا بالرياضيات إن شاء الله، وتتفوقوا كمان، يعني الناس حتى شاطرين رح يتفوقوا ويزيد معدلاتهم من هدول الفيديوهات. إذا كان قاف للسين يساوي 3 ها للسين زائد سين، وكان ها فتحة للتنين 1، فإن قاف فتحة للتنين يعني مجهول، بدهم إياه هذا مجهول. طب معطينا خيارات اللي هي 4 سالب 2، يعني قفلة فتحة للتنين، هم هيك معطينا يعني خيارات 4 وسالب 2 وسالب 3 و3. طيب هلأ شو بنحكي؟ المعطيات عنا، المعطيات اللي هي فتحة للتنين 1، قف فتحة للتنين مجهولة، وهذه معطيات، فمنقول ولا إشي، منجيبها منجيب هذه، صح إحنا هذا اقتران؟ أيوة اقتران. طب احنا بدناش اقتران، بدنا احنا هم شو قايلنا؟ قف فتحه يعني المشتقه الاولى، فبنقول قف فتحه بدل قف للسين بتصير قف فتحه للسين تساوي 3 ها للسين، شو مشتقتها؟ بتطلع 3 زي ما هي، وها للسين شو بتصير؟ ها فتحه للسين. طبعا انتم اذا رحتوا للمشتقه بتكونوا حافظين هذا القانون. هلا ولا شيء، قلنا 3 نزلناها زي ما هي، وبدل ها للسين بدي صارت ها فتحه للسين زائد مشتقه، عفوا مشتقة السين 1، مشتقة السين 1، هلأ صارت 3 ها فتحة للسين زائد 1. هلأ طب هم شو بدهم؟ إحنا بدهمش قف، يعني لو قالوا لنا قف فتحة للسين لهون كان عادي. هلأ إحنا وصلنا لقف فتحة للسين تساوي 3 ها للسين، ها فتحة عفوا للسين زائد 1. هلأ هم بدهمش قف فتحة للسين، بدهم قف فتحة للتنين،
شايلين الكوع، قاف فتح للتنين، فبنقول قاف فتح للتنين تساوي هاي فتح للتنين زائد واحد، ولا إيش، بس عوضنا السين بداله تنين وعوضنا بدال السين تنين، ولا إيش، قاف فتح للتنين طبعا مجهولة ما بنعرفهاش، بنقول ثلاثة بننزلها زي ما هي، هاي فتح للتنين قديش قيمتها من السؤال؟ تلاتة واحد، فبنقول ثلاثة ضرب واحد زائد الواحد اللي عندنا، فثلاثة ضرب واحد، ثلاثة ضرب واحد ثلاثة، زائد واحد، ثلاثة زائد واحد أربعة، شو طلع لنا الجواب؟ أربعة، فهيو خيار هيو ماشي، عشان تحطوه بالجدول، مش انتو تنسوا تروحوا تحلوا وما تحطوش بالجدول، اذا في جدول مخصص باخر الدفتر تقريبا مرات بيكون اخر الدفتر، يعني عشان انتو بالرياضيات تحطوا راحتكم بالدفتر تبع الوزارية، فبيكون طبعا انتو يعني شوفوا وين حاطينه، بس الاغلب انه بنحط باخر الدفتر تبع الوزارة.